تفضل حضرتك عرف نفسك. عبد الناصر أبو علي، أمين عام جبهة حماة الثورة. جبهة حماة الثورة جبهة تشكلت في التحرير أثناء اندلاع ثورة 25 يناير. كان الحقيقة الهدف منها حماية الثورة من كل أسباب الالتفاف حواليها، لأن احنا كنا بنستشعر الخطر مبكرا بدري شوية، وكنا من خلال قراءتنا عن الثورات وتاريخ الثورات ان كل ثورة لها أعداء، لها ناس بيتضرروا منها بطبيعة الحال، فلازم اللي هو حرب النظام، لان طبيعي النظام كان هيحارب الثوره لانه هي البديل ليه او هي المقابل الموضوعي اللي عايزه تطرده من الساحه يعني. انما بتكلم عن مرحله ما بعد تغيير النظام اللي هم بيسموهم او اصطلح على تسميتهم على نطاق واسع بفلول النظام. فلول النظام دول الجماعات التي انتفعت واستفادت من الوضع اللي كان قائم وعندها استعداد تقاتل أي حد يقف في سبيل هذه المكتسبات. طبعا الثورة جت كان ركيض للوضع اللي كان قائم أو كمناقض تام أو مغاير لهذا الوضع، وكان الهدف أنها تزيل كل أسباب الفساد والتخلف والعفن اللي ضرب في التربة المصرية عبر فترة أو حقبة طويلة من الزمن اللي هي 30 سنة اللي أخذها الرئيس حسني مبارك، الرئيس السابق حسني مبارك، والتشكيل العصابي اللي كان معاه. وأنا الحقيقة لما بقول تشكيل عصابي بعني ما أقول، لأنه اللي كان حصلان في مصر زي ما كنت بتكلم من شوية ما كانش سرقة، ده كان تجريف، لأن حتى السرقة مقارنة باللي كان بيحصل في مصر في 30 سنة الأخيرة وخصوصا 20 سنة الأخيرة، حتى مش 10 سنة الأخيرة، شيء لا يكاد يذكر، لأن اللي حصل في 20 سنة الأخيرة كان يعني تكتب فيه مجلدات. يعني أنا عصرت أمم كتير في دول كتير كانت فاسدة، يعني بس على سبيل المثال سهرته في أندونيسيا كان برضو في كلام حواليه، وكان بيقال إن ثروته كانت 18 مليار، إنما خرج هذا الرجل من بلده وكانت بتصدر ب 100 مليار دولار. إنما إحنا أمة يعني أصبحت سكر متاع عفى عليها الزمن، تقزمت على المستوى الجغرافي، وتقزمت على المستوى القومي، وتقزمت على المستوى الإقليمي، وتقزمت على المستوى العالمي. مصر في الخمسينات والستينات كانت دولة ملء السمع والبصر، تعرف دلوقتي مصر حتى أثرها داخل محيطها الإقليمي أثر لا يكاد يذكر يعني. وقيس على هذا، أما ما حدث من سرقات في مصر فحدث ولا حرج، يعني ممكن أن تؤلف مجلدات أنصاف الموهوبين وأرباع الموهوبين. يعني السؤال اللي كان مطروح في عصر مبارك، كيف تصبح مليونيرا يعني؟ كيف تصبح مليونيرا؟ يعني عملية أن تصل إلى الملايين عملية سهلة، مجرد أنك ترتبط بالنظام وتنافقه وتجد وسيلة لأنك تدخل في دهاليزه، خلاص فتحت لك الجنة وفتحت لك ليلة القدر كما يقولون. وصلنا مع هذا النظام أصبح عندنا أكبر نسبة سرطانات في العالم، أكبر أمراض فيروسات بكل أنواعها في العالم، كل أنواع المرض بأشكالها المختلفة وبألوانها المختلفة استفحلت في مصر. يعني إحنا حتى إنفلونزا الطيور لما جت زارتنا زي الدول حتى اللي نشأت فيها استوطنت عندنا، وده ما تقدرش تشيله تفصله عن منظومة الفساد اللي كان حصلان. الأرض في مصر اللي بتتسقع دي وتباع باللي خد له مليون متر واللي خد له 10 مليون متر واللي خد له 40 مليون متر، أرقام لا تصدق يعني، فضلا عن الغاز اللي راح لإسرائيل ببلاش والعلاقة الخاصة اللي نشأت مع إسرائيل عدو الأمس، وإزاي حاصرنا الغزة وإزاي ساهمنا في ضربها وإزاي سكتنا على ما كان يحدث. يعني إذا أردت أن تؤرخ لفترة حسني مبارك فعندك ما تقوله وعندك ما تتحدث فيه وتألف عليه مجلدات. هذا النظام الذي فعل في مصر كما لم يفعل بها عبر تاريخها كله، أنا أزعم أن مصر من 7000 سنة لم يحدث تخريب وتدمير متعمد لها كما حدث في 30 سنة الأخيرة في حقبة الرئيس حسني مبارك. فإحنا في ثورتنا
أو في جبهة الثورة بتاعتنا أو جبهة حماة الثورة، هدفنا نتصدى لهؤلاء المستفيدين وهم كثر وأغنياء وليهم أدواتهم، فلا بد من أن نقف لهم بالمرصاد لأنهم موجودين في كل مكان. وأنت شفت موقعة الجمل واللي عملوه، وشفت البلاجية اللي بيعيصوا في الأرض فسادا في ظل غياب متعمد للشرطة بيخلي فيه علامة استفهام كبرى الحقيقة، لماذا لم تعد الشرطة المصرية حتى هذه اللحظة؟ هل هي شرطة مصر ولا شرطة مبارك عايزة ترجع بأدواتها وبأساليبها القديمة، وعايزة ترجع بنظام أمن الدولة وأساليب القمع والتنكيل، ولا عايزة ترجع بأسلوب حديث متحضر كما يحدث في الدول المتقدمة والديمقراطية؟ إذا كانت والله هي شرطة مبارك وعايزة ترجع بثقافتها القديمة وأدبيتها القديمة، لا يا سيدي احنا مش عايزينها. وزي ما عملنا في تجربتنا الرائعة عقب هزيمة الجيش المصري في 67 لما جه الفريق أول محمد فوزي وكلف بإعادة بناء القوات المسلحة، وفي أقل من شهرين كنا بنعمل المعركة الرائعة معركة رأس العش وبننتصر فيها وبنغرق المدمرة إيلات بعدها بشهور قلائل. وأظن بناء الشرطة ليس أكثر صعوبة من بناء القوات المسلحة إذا حصلت النية وكانت هناك رغبة. إما أن تنزو الشرطة وتسيب الناس لمصيرها بحجة أن يخلي الثورة تنفعكم، ولا الثورة اللي كنتوا فرعانين بها النتيجة إيه؟ وانتشرت سلاح وانتشرت المشاكل وبشكل متعمد وبشكل مقصود عشان يكفروا الناس بثورتهم. لا يا سيدي، الثورة ستنجح والثورة ستستمر وسنحاول الدفاع عنها والقتال من أجلها عشان تصل إلى مبتغاها وتصل إلى شاطئ الأمان وبر الأمان. وأنا أزعم أن الثورة تخطت المراحل الصعبة، لأن دلوقتي بدأت الناس تحس أن الشعب ليه دور والشعب ليه صوت والشعب هو السيد والشعب هو القائد. كانوا زمان بيراهنوا على حاجز الخوف، والحمد لله حاجز الخوف كسر. ولما نجحت الثورة المصرية المباركة شفت الثورات اللي انتشرت عبر الوطن العربي كله، مع احترامي للثورة التونسية ودورها العظيم، إنما الفاعل الأساسي واللاعب الأساسي في الثورات اللي بتحدث الآن هي الثورة المصرية، لأن مصر هي المركز وهي المحور وهي الموضع وهي الموقع زي ما قال الدكتور جمال حمدان في كتابه الشهير شخصية مصر. فنجاح الثورة المصرية لها ما بعدها، فاحنا عشان كده بنلتحم وبنلتقي وبنتقابل عشان نقضي على كل مسببات القضاء على الثورة واللي تحاك بليل، واحنا متنبهين من خلال القراءة والمتابعة والمعايشة، وبنعمل لقاءات وندوات مع الزملاء في جبهة حماة الثورة ومع القوى المؤثرة الفاعلة الأخرى اللي على الساحة، سواء كانت أحزاب سياسية، كانت تجمعات شبابية، كانت تجمعات أهلية، كانت منظمات مجتمع مدني، بحيث ما نخليش حد يلتف على ثورتنا، واحنا عاملين عملية متابعة دقيقة لكل ما يجري من أجل المحافظة على الثورة واستمرار زخم الثورة وإنها ماشية في المجرى بتاعها دون توقف أو دون أن نسمح لأحد أن يلتف حولها. شكرا. الله يخليك. كل سنة وانت طيب. الله يخليك يا باشا. شكرا يا عم يحيى.